هي الثلاث نقاط اداء هنتكلم عنه مع محللنا الكبار كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه حسني. كابتن ماهر، شفت فوز النادي الاهلي ازاي بهدفين مقابل هدف النهارده؟ مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط، واحنا قلنا من الـ3 نقاط قبل الاداء، لكن يعني باقل مجهود النادي الاهلي كسب المباراه بهدفين لهدف واحد. النادي الاهلي كان مسيطر لمده 80 دقيقه لحد ما دخل امبي بهدف من فاول مباشر اتعملت في منطقه خط السكس يارده، قدر قعود يلعبها بضربه راس جميله. يمكن بس ده يمكن الشوط الاولاني اول دقايق يمكن كان في فرصه بالنسبه لامبي، تصويبه كانت من احمد شكري قدر الشناوي ينقذها بشكل جيد، لكن الشوط الاولاني سيطره واداء للنادي الاهلي يا اسلام من بدايه الشوط، ويمكن ده كان سمه لعيبه النادي الاهلي في خلال 3 مباريات السابقه، ان الشوط الاولاني بيبقى فيه انتشار واستحواذ جيد للعيبه النادي الاهلي واصرار على التسجيل في بدايه المباراه. الحاجه كمان اللي تحسب للنادي الاهلي ان الكره المرتده او الكره السكند بول اللي احنا بنتكلم عليها، معظم لعيبه النادي الاهلي النهارده بقى عندها ضغط في الاستحواذ على الكره ديت، ودي اللي ادتنا فاعليه وايجابيه وسيطره من لعيبه النادي الاهلي طوال الشوط الاولاني على لاعبي امبي في نص ملعبه. واضح ان امبي بدايته زي ما قلنا في بدايه تحليلنا ان امبي هيلعب بكثافه عدديه في وسط ملعبه ويعتمد على الكونتر اتاك او الكره المرتده السريعه وراء دفاعات النادي الاهلي، لكن زي ما قلنا حاجه بتضاف لفريق النادي الاهلي النهارده ان كل الكور دي النادي الاهلي قدر يسيطر عليها من ناحيه نص ملعبنا كبدايه، وبعدين خط الظهر كمان كان مكمل لهذه الالعاب. طبعا بيعرض لنا سمير الهدف الاولاني نتيجه الضغط، احنا قلنا الكور الثابته كمان من ضمن الحاجات اللي بيعتمد عليها الجهاز الفني مستر نصرتي، اتعملت بشكل جيد جدا ومتابعه دفاعيه من ايمن، يعني كروس اتعمل في منطقه مؤثره بشكل جيد، حارس مرمى امبي شاتت الكره بضربه الراس، لكن المتابعه والاصرار على لعيبه النادي الاهلي يشوف ادي 1 2 3 ناس بتنط على الكوره وناس بتتابع، 2 بينط على الكوره سمير وايمن وبيرجع تاني ايمن بيسجل هدف جميل برجله الشمال. دي برضك يمكن من ضمن الهجمات اللي كانت بيلجا ليها النادي الاهلي في حته الاختراق من على طرف جيرالدو مع محمد هاني، عاملين جبهه قويه جدا في اختراقات من الاطراف، ودي الجبهه الثانيه كمان القويه اللي كانت موجوده مع حسين ومعلول اللي احنا كنا بناكد عليها من خلال ازاي تضرب التكتلات الدفاعيه. هم قدروا الشوط الاولاني بالانطلاقات الجانبيه بنظام الاجناب ناحيه اليمين منظمه جيراردو ومحمد هاني، ثم ناحيه الشمال معلول وحسين الشحات. في اوقات كمان الشوط الاولاني قدرنا نوصل من العمق، ودي من ضمن الهجمات المؤثره اللي اتعملت بالدبل باص بشكل جيد ثم خدمت حسين الشحات ثم جيراردو، فكر تفكير جيد جدا عملها عرضيه لاجاي اللي واقف في مكان حس المهاجم ان الكره ممكن تجي له هنا في المكان ده، قدر يعملها له جيراردو بشكل جيد ببطن رجله عشان يسكنها اجاي الهدف الثاني، وتبقى فيه ارتاحيه للاعيبه النادي الاهلي خلال هذا الشوط. طيب خلينا بس نروح لمراسلنا كريم احمد من ارض الملعب يقول لنا ماذا يحدث في ملعب المباراه. كريم اتفضل. يا كريم كابتن اسلام بجد التحيه ليك طبعا، لكن قبل ما ابدا معاك يا كابتن اسلام، الامر هنا صعب جدا في استاد بتروسبورت، تعنت غير عادي حتى هذه اللحظه، كاميرات اون سبورت، كاميرات قناه النادي الاهلي مش عارفين ننزل الملعب، الناس قفلت الباب، اللي موجود متواجد على الباب على اساس ان احنا ننزل نعمل شغلنا، الباك دروب محطوطه بتاعت البرزنتيشن على اساس ان احنا ننزل نعمل لقاءاتنا كالعاده، التنظيم صعب جدا مأثر علينا بشكل كبير، مش عارفين نتحرك يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه. الداخليه طبعا ملهاش ذنب بالنسبه للتنظيم، لكن امن او التنظيم الخاص ببترو سبورت امر غايه في الصعوبه، حتى هذه اللحظه مش عارفين ان احنا نخش نكلم كابتن سيد لقاء معاه او مع اللعيبه كالعاده، بنحاول محاولات مستميته كابتن اسلام، لكن حابين ان احنا ننقل الصوره، الامر مش طبيعي بالنسبه لتنظيم مباراه النادي الاهلي، في العاده الامر بيكون مختلف بشكل كبير، لكن المره دي الامر صعب جدا يا كابتن اسلام، بنتمنى في خلال لحظات او دقائق يحل هذا الامر عشان نقدر ان احنا نشوف شغلنا، وايضا كمان القنوات اللي معانا سواء اون سبورت او التلفزيون المصري يشوفوا شغلهم يا كابتن اسلام، وفي خلال لحظات ان شاء الله باذن الله الامر ده يتحل ونعود ليك من جديد.
الجديده كابتن اسلام. كريم خلي وانت معايا كده برضو، عايز اسالك عن ما حدث في نهايه المباراه، لقينا مجموعه كبيره من رجال الامن جريوا على حكم المباراه محمد صباحي، هل حدث شيء بعد نهايه الشوط الثاني؟ يمكن لا، يعني اقدر اقول ان في اثناء خروجه كالعاده طبعا بعض القرارات يمكن شافها جمهور النادي الاهلي بامر مختلف شويه، لكن خلاص زي ما بقول لك يا كابتن اسلام يعني تعرض لبعض المضايقات البسيطه جدا، لكن طلع الحمد لله في صحبه الامن، يمكن زي ما بقول سريعا دخل، لكن في مناوشات كثيره جدا يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه، لكن حتى هذه اللحظه يا كابتن اسلام مش عارفين ان احنا نخش نحاول ان احنا نجري لقاءات مع اللاعبين مع الكابتن سيد كالعاده بعد الفوز النهارده في مباراه انبي، لكن باذن الله هنكون معاك يا كابتن اسلام في خلال دقائق، هنعمل محاولات من جديد ان احنا نكون متواجدين داخل غرف خلع الملابس او امام المنطقه الخاصه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراه اليوم. يعني هو انا اعتقد ان المضايقات دي بتحصل من امن انبي، ولكن هم برضو عايزين يامنوا كل الامور، لان انت عارف الامور صعبه في ملعب المباراه خصوصا بعد الماتش. انا مش عارف الماتش مره واحده سخن كده في اخر دقائق ليه، وحصل حاجات كتيره جدا وحاجات كتيره حصلت اثناء او في بعد نهايه المباراه، لكن لعيبه الاهلي دلوقتي المفروض ان هم ملتزمين في مكانهم ودخلوا اوضه اللبس وكل الامور تمام، انت بس اللي مش عارف تخش او القنوات كلها مش عارف. اه بالظبط، يعني يمكن اللعيبه الجهاز بالظبط، يمكن القنوات كلها او اللعيبه كلها خلاص نقدر نقول ان هي في غرف كالعاده مع التامين المتواجد هنا من الامن او الداخليه المتواجده، لكن القنوات قابلت مشكله كبيره جدا ان هي تخش حتى هذه اللحظه يا كابتن اسلام، واكيد ان شاء الله في خلال دقائق يكون معانا بعض اللقاءات نحاول ان احنا نجري لقاءات مع الجهاز الفني ولاعيبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام، اتمنى ان هم يسهلوا الامور ان شاء الله وتبقى الامور يمكن لغايه لما يظبطوا الامور شويه وبعد كده هتدخل ان شاء الله يا كريم. اشكرك جدا يا كريم، ولو في اي حاجه احنا معاك على طول تجيلنا نعرف ماذا يحدث في ارض الملعب. شكرا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. ايه رايك في المباراه؟ رأي المباراه زي ما انا قلت لك، انا دايما بتخوف من الارض الملعب اللي هي بتاعت بيترو سبورت الصلبه دي. الشكل النهارده اللي احنا اللعيبه لازم تفهمه والجماهير لازم تفهمه واحنا كمان معاهم، ان اي فرقه بتلعب النادي الاهلي النهارده وخاصه الفرق اللي هي بيبقى عندها ظروف خاصه مش قادره تحقق اي فوز في الفتره الاخرانيه زي انبي وبتروجيت والفرق اللي هي ممثله في منطقه القاع دي، بتبقى عندها نيرف ان هم لازم يبقوا معاك متواجدين وعندهم روح ان هم يهجموا عليك وعندهم روح ان هم يبقوا موجودين في الملعب، وخاصه بالتدعيمات اللي احنا شفناها. احنا شايفين لعيب كونغولي جاي جديد عامل حركه كبيره جدا، اعتقد هو لو يتمتع بكام لعيب جنبه عندهم ريتم وعندهم نقل للحركه، اعتقد ان هم هيبقى ليهم شكل مع اي فرقه ثانيه هيلعبوها، هيبقوا خطر عليهم جدا وهيدول يبقوا عاملين ناقلين حركه في ان هم يخشوا منطقه الجزاء. انا اول مره اشوف فرقه انبي النهارده يعني بتبقى موجوده في منطقه الجزاء الخصم وبتهدد وممكن تجيب الجوال يعني، وده من الهاف تايم الاولاني على فكره. النادي الاهلي تدارك الامر بعد ربع ساعه على ما اعتقد من المباراه، ودخل في سياق ان هو لملم اوراقه تاني وابتدى يعمل الباس وال1 2 ويقدر يدخل من على طريق الاجنحه، ووفق ان هو يحرز هدف من النيرف بقى برضو اللي انا بقول لك عليه. اللعيبه حست بالتاخر وحست لغايه الدقيقه اعتقد 37 38 واحنا متاخرين لغايه ما جبنا الهدف بالاشتراك القوي بالعزيمه لازم اجيب بقى جول دلوقتي لان مش هينفع اطلع في الحاجة اللي هي كانت موجودة وبنبقى بنقولها بنطلبها دايما في أول 10 دقايق في المباريات. اللي حصل اللي بعد ما احنا توفقنا في الجون الجميل جدا اللي جبناه الجون الثاني بالعرضية الجميلة بالتفكير السليم زي ما قال ماهر بالتمركز الهايل لأجعيه، الكرة فيها كل حاجة، كان لينا كرة كمان بعدها في الدقيقة 71 الكرة اتنقلت ولا أخطر ولا أجمل نقلة بتتنقل، وأنا قلت لسمير يجيبها لنا، هتحس ان الكره اتقطعت اتنقلت اربع خمس نقلات ولولا الباص الاخرانيه كانت رايحه اتقطعت كان هيبقى اجمل من اجمل الاهداف من اجمل الاهداف اللي موجوده وكان يبقى ده الهدف الثالث. وصلاح محسن اول ما نزل الحقيقه طبعا ضيع كره طبعا بعيد عن المباراه بقى له فتره طويله جدا السنس، لكن هو اول ما نزل كان ممكن المباراه تخلص، ان المباراه كانت ماشيه سما يعني في صالح النادي الاهلي وباقل مجهود تمام. وكل الامور كانت في صالح النادي الاهلي زي ما قلنا برضو باقل مجهود عشان برضو الناس تمام. بتعلق على الكلام ده، احنا قلنا بنقول ان النادي الاهلي لعب النهارده باقل مجهود وهو لازم يعمل كده. ف يعني برضو امور، اولا عايز اعرف رايك قبل ما نتكلم فنيا بقى. النادي الاهلي النهارده كابتن اسلام قلت لك اهم حاجه النهارده الثلاث نقاط صح في البدايه اتكلمنا ده, ده, ده شعار المرحله دي الثلاث نقاط. النهارده بتلعب السبت بتلعب الثلاث، احنا كنا موجودين هنا في الاستوديو مباراه سيمبا يوم السبت، بنقعد في الاستوديو للمباراه الثانيه بعدها ب 48 ساعه جالنا شد من القعده. ايوه تخيل الناس بقى اللي بتلعب مش مكان دول، بس النهارده من الدقيقه 1 للدقيقه 80
صراحه عجبني لعيبه النادي الاهلي، عجبني الاصرار، عجبني الهدوء، عجبني لعب، عجبني تحركات اللعيبه. من دقيقه 80 لاخر المباراه بقت مباراه ثانيه. صح. يعني دي يعني ممكن نبقى نتكلم فيها ايه السلبيات ممكن نتلاشاها خلال الفتره الجايه، لكن كاداء النهارده في مكاسب كبيره جدا. النهارده جيرالدو ان احنا نشوفه بالمستوى ده 90 دقيقه ما شاء الله مكسب كبير، وكمان بفلوسنا، يعني مكسب كبير وبفلوسنا، دي حاجه كويسه جدا. انت اللي دافع الفلوس يعني من غزيل السنين. اه طبعا يعني نعم. جيرالدو ده من الصفقات اللي احنا دافعين فلوسها، فمكسب كبير، مكسب كبير. مش انت يعني؟ لا مش بتكلم عن النادي الاهلي طبعا. فالنهارده انت بتتكلم جيرالدو ما شاء الله دفاعيا وهجوميا كان نعم. النهارده بيرجع مع محمد هاني يقفل على عمرو الحلواني ويؤدي الدور الدفاعي بتاعه بشكل مميز جدا. ممكن حسين شحات ما كانش بيعمل الدفاع الناحيه الثانيه مع علي معلول لاعب 90 دقيقه المباراه اللي فاتت، لكن في النواحي الهجوميه ما شاء الله يعني ظهر تاثيره. جيرالدو في الناحيه الهجوميه ظهر في اللقطتين بتوع الاهداف. في الهدف الاول زي ما كابتن شريف بيقول اصرار والعزيمه وروح بتاعت النادي الاهلي في الكره الثابته، ازاي يشارك لما جت لايمن اشرف سجلها، والكره الثانيه اللي جات له عملها بيمينه بالرغم انه ما بيلعبش بيمينه، عملها لتحت لاجاييه، وتمركز اجاييه ما شاء الله الناس كلها بتندفع ناحيه المرمى، واجاييه هو اللي وقف، هو اللي اخر نفسه لما جات له بيحطها بهدوء ببطن رجله. النهارده برضو اراحه عمرو السوليه في الشوط الثاني مكسب كبير، وانت النهارده كسبان 2-0 انك تراعي عمرو السوليه. وزي ما قلنا واحنا بنتفرج عمرو السوليه بقاله ماتشات كتير بيلعب، فالنهارده كان هو عليه الدور النهارده في انه يريح. فالنهارده برضو نزلت حسام عاشور تبدا تشركه وتدخله في حصه المباراه. صلاح محسن انك تشوفه النهارده بقاله فتره طويله، فده مكسب كبير. النهارده طبعا باسم علي يعني تغيير اضطراري مكان محمد هاني الاصابه، ونتمنى ان شاء الله تكون اصابه بسيطه، لكن برضو دي كلها مكاسب كويسه جدا. النادي الاهلي بيقرب، والنادي الاهلي بيلعب الكره الحلوه اللي بتمتع الناس، لكن في اخر 10 دقائق طبعا لازم يبقى في تركيز طوال 90 دقيقه. 10 دقائق كانوا مهمين جدا، كانت ممكن المباراه تضيع منك. الهدف عشان صحابنا هيقعدوا يتكلموا لما احنا ناخد الدوري 45 هيفضلوا يتكلموا على الكوره دي. الهدف تسلل 100% مفيهوش نقاش، عشان يعني احنا النهارده بندور على الدوري 41، يعني هناخد الدوري 45 ولسه بيتكلموا عن كره انبي والكابتن صباح. لا، الهدف تسلل صحيح 100%. النادي الاهلي يستحق النهارده المكسب. النهارده لو شفت انبي على مدار 90 دقيقه ممكن فرصه او اثنين على مدار 90 دقيقه، لكن النادي الاهلي استحواذ هو الافضل، فرص هو الافضل، تنوع الهجمات من الاطراف ومن العمق هو الافضل وهو الاحسن. وبنقول للنادي الاهلي السكه اللي ماشي فيها النادي الاهلي هي دي الصح. يعني احنا بنشوف دلوقتي المباراه الرابعه على التوالي، مصر مقصه، بنشوف سيمبا التنزاني، بنشوف وادي دجله، بنشوف النهارده انبي. لا، النادي الاهلي ماشي في الكره الحلوه بتاعته بالمكسب المقنع، بالكره اللي بتمتع الجماهير، وكمان بالاهداف. انت النهارده مش بتكسب 1-0 وبالعافيه، لا، ده انت مع ال 2-0 انت بتحققهم، والمباراه اللي فاتت 5 انت بتخلق كمان فرص كتير. فانت اذا ماشي بالطريقه الصح. هي بس السلبيه او النقط اللي احنا محتاجين نشتغل عليها، التمركز الدفاعي يبقى اقوى من كده، انك انت خاصه انت بتهاجم بكل خطوطك. الكرات العرضيه النهارده لازم يبقى في شغل عليها اكتر من لاسارتي، سواء الكرات العرضيه الدفاعيه اللي عليك فلازم يشتغل عليها، لكن شغل لاسارتي واضح، واضح في الملعب، في الضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي في وقت من الاوقات. وخلي بالك يا كابتن اسلام، انت كمدرب كل ما بتطول عندك فتره الراحه بيبقى عندك وقت انك تقدر تشتغل وتقدر تنقل فكرك للعيبه بتاعتك. الاهلي لا يعرف الراحه، ما يعرفش يعني ايه النهارده لما انت يبقى انت سبت ثلاث، طب انت هينقل او يعرف اللعيبه الشغل بتاعه، فممكن ياخد 15 دقيقه من تدريبه يبدا يشغلهم الشغل اللي هو عايزه. شغل لاسارتي دايما مساحات ضيقه، دايما ضغط عالي على المنافس، دايما الريتم السريع هو ده اللي بيشتغل عليه لاسارتي في التدريب، وبينقله للعيبه في التمرينات، فده الطريق الصح. زي ما بقول لك النهارده مبروك للنادي الاهلي مكسب 3 نقاط مهمين جدا. النادي الاهلي بيظل بيهم في المركز الثالث لكن بيقرب من المنافسه. تمام. كابتن ماهر، ايه اللي حصل في اخر 10 دقائق؟ اخر 10 دقائق الطرد اللي حصل لاحمد رفعت، يعني سوء سلوك، امتلك بقى امبي زمام ال 10 دقائق. يعني المفروض ان الطرد يخلي امبي يبقى هو اللي تحت الضغط. بالظبط كده، ويخلي لكن اللي حصل العكس. العكس حصل استنفار لعبي امبي، بدا يبقى فيه هجمات من على الاطراف بشكل يعني منظم. قدروا يمكن في الشوط الثاني يمكن وصلوا فرصتين. الفرصه الاولى اللي هي كان الفاول الجانبي اللي عمله عمرو حلواني بشكل جيد، فاول حطه في المنطقه المؤثره
اللي تبقى مشكله على الشناوي وعلى خط ظهر النادي الاهلي اللي بين السكس يارد وخط السكس يارد. لكن زي ما اسامه قال محتاجه ملحوظه مهمه جدا بالنسبه لنا، ان الحاجات ديت لازم نتخلص منها ولازم نقضي عليها من بدري، لان انت 10 دقائق ممكن ترجع فريق انبي للمباراه مره ثانيه. لكن رجعنا تمسكنا، قدرنا ان احنا ننظم لعبنا بشكل جيد بعد الهدف اللي دخل فينا. خبره طبعا عاشور في نص الملعب قدر يمسك الكوره يوديها ناحيه اليمين ناحيه الشمال يهدي الريتم شويه. يمكن الفرص اللي اتاحت لينا صلاح محسن كنا نتمنى طبعا في اول لمسه له ان هو يقدر يحرز لنا هدف، وجت خلصت الدنيا كانت خلصت الدنيا، كانت هتبقى النتيجه 3. طيب. ما كناش بقى وصلنا لمرحله الشكل هدف تسلل. قبل بس معلش يا كابتن، عشان معانا كريم احمد من ارض الملعب، خلينا نروح لكريم احمد ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ، شوف هيقولوا لنا ايه عن هذه المباراه. بجدد التحيه ليك يا كابتن اسلام، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. انضم لي سريعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد النهارده. يمكن النادي الاهلي بيستمر في سلسله الانتصارات، تلاحم المباريات، ويمكن كسبانين 5 بيبقى في تخوف اكيد من المباراه اللي بعديها لما بتوصل للتوب فورم بالنسبه للاعيبه. بتشوف الجيم النهارده ازاي يا كابتن سيد بالنسبه للمباراه؟ طبعا الحمد لله، يمكن مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه قويه كمان تسيدناها بكل من بدايتها لنهايتها باستثناء السبع ثمان دقائق الاخيره، وده برضو من الدروس اللي ممكن تستفاد منها. يعني في سهل جدا يبقى المباراه بعد ما اتفتحت بالجول التالت بتاع اجاي، كان ممكن يبقى في جول ثالث ورابع كمان، لكن في النهايه هي دي الكوره. طبعا بحيي برضو اللعيبه على المجهود، انت لاعب من 48 ساعه مش من اكتر من كده، وبعد 48 ساعه هتلعب، يعني في 6 ايام انت بتلعب 3 مباريات وكلهم في غايه الاهميه، سواء كان على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. لكن خلاص يعني انت بتقفل الصفحه بقى خلاص، لان انت كمان عايز توصل للي انت بتطلبه وبتسعى ليه، وان شاء الله الرحمن يتحقق باذن الله. محمد هاني عايزين نطمن عليه برضه بشكل عام، النهارده الجيم كان قوي، لكن هل في اي اصابات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ محمد هاني الحمد لله هو يعني كرامب في الخلفيتين، وده وضعه طبيعي زي ما قلت لك، يعني انت بتلعب من 48 ساعه، وخصوصا البوزيشن كمان بتاع محمد هاني يعني كباك رايت يعني، لكن الحمد لله ما فيش حاجه الحمد لله. زي ما اكدت يا كابتن سيد وقلت انت، يمكن تلاحم المباراه بكره تمرين، بعده تمرين معسكر، ثم بعد كده سفر الى تنزانيا. ده معلومه يعني، هو بكره تمرين وبعده معسكر. بالظبط كده. شوف التلاحم ده ازاي، وكلام من نفسي والتعامل ازاي، ومستر مارتن بيتعامل ازاي كمان مع كابتن سيد مع اللعيبه. خلاص انت عندك هدف يعني، وطالما الهدف كبير ومهم اعتقد ان مهما كان التعب بيهون عليك يعني، طول ما الهدف كبير قوي بتحاول ان انت تسعى له، فبالتالي مهما كانت الصعوبات او التعب فبتتغلب عليه ان شاء الله الرحمن. اخيرا يا كابتن سيد، يمكن زي ما بنتكلم على الفريق للنادي الاهلي واستعداداته الخاصه، بتشوف الفتره اللي جايه ازاي مع البطوله الافريقيه، والنادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام في البطوله الافريقيه بالتحديد يا كابتن سيد؟ انت ماشي في الطريق بتاعك زي ما قلت لك، انت فبراير ومارس في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، عندنا عدد مباريات مهمه قوي مع افريقيا مع البطوله المحليه، فان شاء الله الرحمن نحقق اللي احنا عايزينه باذن الله. حرص على سان بيترو سبورت؟ يعني هو المفروض على استاد السلام، لكن يعني لو في اي تغيير بس يقولوا لنا حتى نختار من الملاعب يعني ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن يمكن اطمننا على محمد هاني، بنطمن وبنقول على طول بعد كل مباراه يا رب ما يبقاش في اي اصابات او في اي اجهاد بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله كل اللعيبه تكون سلام ليها المباراه القادمه، سواء مباراه الحرس ومنها مباشره ان شاء الله الى السفر الى تنزانيا ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات. يمكن ما حبيناش نطول على كابتن سيد عبد الحفيظ لان هو مستعجل شويه، ان شاء الله باذن الله في خلال لحظات وخلال دقائق كمان يا كابتن اسلام يكون معانا الكابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، نحاول ان احنا نجيب حد طبعا من الجهاز الفني. اللاعبين يمكن عليهم غلق زي ما انت عارف، غرامه كبيره على كل اللاعبين، ان شاء الله يكون معانا كابتن يوسف، كابتن سامي، كابتن طارق سليمان ان شاء الله في خلال لحظات. يا كابتن اسلام عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم، احنا منتظرينك في اي وقت يكون معاك في اي مدرب او اي مدير فني للنادي الاهلي او المدير الفني يعني للنادي الاهلي، احنا موجودين ومستنيينك. اسامه انت كنت عايز تقول لي على حسام عاشور. النهارده ما احنا بنتكلم بقى من ضمن الايجابيات، حسام عاشور النهارده ما شاء الله 32 سنه بيلعب المباراه رقم 500 ليه مع النادي الاهلي. ما شاء الله حسام عاشور يعني مسيره كبيره جدا من البطولات، 11 دوري، 3 كاس مصر، 5 افريقيا، 11 دوري. انا هعد لك 32 بطوله في 32 سنه يا كابتن شريف. محدش يقدر يعمل الرقم ده. ده في انديه بتنافس النادي الاهلي ما وصلتش للارقام دي وما خدتش البطولات اللي خدها حسام عاشور. 11 دوري، 3 كاس مصر، 5 افريقيا، 7 سوبر مصري، 5 سوبر افريقي، 5 كاس عالم انديه.
مقابل كاس عالم انديه. اه مقابل انديه انديه لسه واحده واحده ما راحتش واحده واحده لعب في خمسه واحده واحده يعني اه شارك في خمسه شارك. كاس عالم انديه خمسه ما خمسه افريقيا على طول معاهم خمسه سوبر مصري معاهم خمسه كاس عالم انديه. طيب قبل بس ما نكمل كده عشان دي كلام مهم جدا هنروح لكريم احمد ومعاه كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مستمرين معاك كالعاده كابتن اسلام هنا من استاد بترو سبورت. الكابتن سامي قمصان طبعا مدرب فريق النادي الاهلي فوز مهم يا كابتن اسلام يا كابتن سامي وزي ما بناكد وبنقول النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات مع الجديه والتركيز تلاحم المباريات بيتطلب منكم ان انتم تحققوا نقاط بكل الصعوبات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي بتشوف النهارده الجيم بشكل عام ازاي؟ مباراه طبعا صعبه ولكن الحمد لله مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي حققنا الهدف من المباراه وده مهم جدا. انت زي ما حضرتك قلت انت ضغط المباراه مهم جدا الظروف اللي بنقابلها كنت بتلعب 28 بتلعب 2 وبتلعب 5 وهتلعب 8 بعد كده تلعب 12 فطبعا ظروف صعبه جدا مهم جدا ان انت تحقق الفوز عشان تستمر في تحقيق الهدف اللي انت بتسعى له اللي هي البطوله المحببه للنادي الاهلي والحمد لله ان شاء الله خطوه بخطوه ان شاء الله نحقق الهدف ان شاء الله. يمكن بعد الاهداف المتتاليه والكثيره اللي بيحرزها للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه يمكن طمع الجمهور شويه كل مباراه لازم النادي الاهلي يحقق هدف واثنين وثلاثه لكن فنيا يا كابتن سامي بعد ما بتكسب بسكور كبير وتوب فور كبير توب فورم كبير المباراه الثانيه بيبقى ليها حسابات خاصه فنيا يا كابتن. طبعا انت بتتكلم ما فيش فرقه بتقدر تعمل باستمراريه دي عملت الماتش اللي فات ماتش كبير جدا اداء ونتيجه واهداف المره النهارده برده نفس القصه انت بتلعب فرقه كبيره برده فرقه منظمه فرقه لها تاريخ فرقه منظمه جدا في الملعب فرقه قويه يعني فان انت تجيب جونين وتستمر كده اه ممكن في الاخر حصل دروب شويه وده طبيعي يعني لان ده المخزون البدني بتاع اللعيبه طبيعي طبيعي بيفقد في اوقات كتيره خصوصا في اخر الماتش يعني وده الراجل كان متوقع عشان كده كان بيحاول برضو بالتغييرات ويريح اللعيبه مثلا زي السوليه وزي جونيور نفس القصه ضغط المباراه اللي حصل ديت لكن ان شاء الله احنا طالما بنحقق الهدف ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن ان شاء الله. لاحم مباريات كثير حرس الحدود ومنها مباشره الى تنزانيا كيف ترى هذه المباراه في ظل يمكن الضغط الكبير اللي بيواجهه النادي الاهلي في المباراه؟ مباراه برضو مهمه تكمله لسلسله الانتصارات اللي احنا بنحققها ان شاء الله وتدينا دفعه كويسه لينا ومواصله ان شاء الله نحقق الهدف البطوله اللي احنا بنسعى له نفس الوقت نروح معنويات اعلى ان شاء الله لبطوله افريقيا ان شاء الله. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي ينضم لي كمان الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن يوسف مبروك النهارده يمكن زي ما بنقول وبناكد النادي الاهلي بيستمر في سلسله الانتصارات مع الاداء كنا بنطمع ان احنا نحرز اهداف كتير لكن كل مباراه ليها ظروف وليها حسابات خاصه بالنسبه للجهاز الفني. الحمد لله طبعا اهم حاجه الثلاث نقاط والنهارده احنا انا شايف لغايه يمكن الطرد اللي حصل من لفرقه امبي كنا شغالين بشكل كويس جدا توقعنا طبعا بعد الطرد ان ممكن يبقى في استحواذ احسن وبالتالي طبعا المساحات هتتوجد لنا نتيجه الاستحواذ نقدر نزود الثالث او الرابع لكن حصل شويه توتر لكن الحمد لله انت طلعت بالهدف ثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله برضو باكد تاني الحمد لله ما فيش اصابات ودي برضو يمكن الفتره الاخيره كمباريات بنخلصها بيبقى في عندنا اصابات لكن الحمد لله يعني النهارده برضو طالعين بدون اصابات دي حاجه مكسب من المكاسب يمكن باسم خد اخر 10 دقايق برضو بقاله فتره صلاح محسن عاشور بقاله فتره دخل النهارده فكل دي مكاسب انا شايف اللي جاي احسن ان شاء الله ومتفائل جدا بالفتره اللي جايه وزي ما انت قلت يمكن مكسب في مكسب مكسب ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. عدم الدفع برمضان نقدر نقول فنيا رمضان يمكن مستفيد بيه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه لان لسه عندنا مباراه حرس الحدود ثم مباراه تنزانيا يمكن دي رؤيه فنيه كده كابتن اكيد طبعا هو رمضان رجع من اصابه وكان غاب ماتش سيمبا ففضلنا طبعا الحمد لله الدنيا ماشيه كويس وفضلنا ان برضو يبقى يعني نتاكد تماما من ان هو يعني شفى تماما وبقى ما فيش اي الام لكن هو روحه حلوه قوي وكان موجود مع الفريق على اساس لو في حاجه لكن الجهاز طبعا ومستر لازارتي شافوا انه يعني خلاص لجأوا للتغييرات دي يعني بس فالحمد لله بس انا شايف انه لما ياخد ثلاث ايام هيبقى احسن يعني والدنيا هتبقى احسن ان شاء الله. نقطه مهمه كمان هو هشام محمد كان في المعسكر طبعا كان موجود في القائمه عرفنا طبعا ان هشام عنده تعب او سخنه وكده برضه الناس عايزه تطمن عليه يا كابتن. يعني جاله نزله معويه بالليل وراح مع الدكتور المستشفى فطبعا فقد سوائل كتير ويعني وكان صعب جدا يتواجد النهارده فطبعا يعني لجأنا طبعا لان احنا نريحه او نطلعه بره واشتغلنا احنا اساسا كنا 19 لاعب يعني فبخروج هشام زي ما احنا بقينا 18 يعني. اخيرا
حرس الحدود وسيمبا التنزاني مباراتين غايه في الاهميه. اي مباراه، كل مباراه، بس احنا ما بنفكرش خالص في سيمبا دلوقتي، مهم جدا ان احنا نفكر في مباراه الحرس، لان ما فيش مباراه سهله خالص في الدوري، وانا باكد من دلوقتي ان احنا لازم نهتم جدا ونركز جدا. عندنا بكره وبعده اليومين دول بس اللي هنقدر نعمل فيهم استشراء، زي ما عملنا استشراء كويس بعد مباراه سيمبا، وكان برضو عندنا يومين اللي هو حد واثنين، وقدرنا النهارده نلعب الحمد لله. برضو مهم جدا بكره وبعد نعمل استشفاء كويس جدا، واللعيبه ترجع لاحسن حاله ليها، عشان ماتش الحرس مش هيبقى سهل، كل مباراه مش هتبقى سهله، لكن احنا لازم نركز جدا في الحرس، ونركز جدا في تصميمنا وطريقنا في الثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا شكرا، مبروك. بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي وعوده الملعب. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه اللقاءات، وزي ما اطمنا على محمد هاني نجم النادي الاهلي، كرامب بسيط في العضلتين الخلفيتين، وبالمناسبه لما بيجي لك كرامب او يجي لك اي حاجه في العضلتين مع بعض فتطمن، يعني ده معناه ان هو اجهاد شديد طبعا بسبب ما انت مسافر التجمع الخامس برضه بيني وبينك، يعني رايح التجمع الخامس ده يعتبر سفر. مش عايز تصدق انت ان الملعب ده يعمل اي حاجه في اللعيبه. انا مش عايز اصدق، انا بحب اسالك بس انت عارف، لكن انا بصدقك على طول. انا عايز اصدق، اقول لك الارض الصلبه دي لازم تطلع منها النهارده قبل الماتش، بقول لك ربنا يستر النهارده ان الناس تطلع سليمه. بس اتحسنت عن الاول يا شريف. انت حسنت؟ حسنت وكبرت. كانوا بيرشوها بس قبل ما احنا عندنا ماتش الحرس اكيد هنلعب عليه كمان 40 ساعه كتير يا كابتن شريف، يعني سبت 48 ساعه تريح تلعب ثلاث. دي خلاص بقت لسه ما رايحه للرمل يعني. دول عدوا. طب الماتشات دي خلينا نتكلم في الموضوع ده، الماتشات دي عدت، فبالك بقى الماتشات اللي جايه. لا يعني انت عندك الماتش الجاي ما عندكش ملعب غيره. كيف يمكن التغلب يا كابتن؟ حضرتك كنت بتكمل كلامك في حاجه يا كابتن ماهر ولا خلصت؟ لا انت كنت بتكمل مع اسامه على حسام عاشور. اتفضل يا استاذ برضه عشان مهم. حسام عاشور برضه ياخد حقه. انا بس فاكر خمسه كاس عالم. لا كنا بنعد القاب حسام عاشور. خمسه كاس عالم؟ خمسه كاس عالم. خمسه كاس عالم؟ كاس عالم. ما شاء الله. خمسه؟ يعني وخمسه افريقيا، سبعه سوبر مصري، ثلاثه كاس مصر، 11 دوري. 11 دوري ده يعني ما شاء الله يعني. بقول لك ايه، يعني على ايامنا ما كانش فيه سوبر مصري حتى. كنا بنلعب بعض في كنا بنلعب بعض في اسكندريه انا وانت. 32 بطوله مع 32 سنه، ما شاء الله انجاز كبير. وهو كمان حسام عاشور يعني واحد من اللي اتربوا جوه النادي الاهلي ما شاء الله مدار السنين دي كلها، اي مدرب يجي مصري اجنبي مقتنع بيه دايما، بيحطه رقم واحد، عمره ما عمل مشكله مع اي مدير فني، حتى دايما بيبان في تجديده دايما للنادي الاهلي، وهو بيقول لك انا تحت امر النادي الاهلي، انا النادي الاهلي بيتي، النادي الاهلي هو اللي ركبني عربيه، وهو اللي جوزني، وهو اللي عملني، فيعني يبين لك مدى حبه للنادي الاهلي. فالنهارده بيعمل رقم كمان 500 مباراه، حاجه يعني تضاف كمان لتاريخه ولانجازاته، ربنا يوفقه ان شاء الله. والله بتهيألي في انديه ما لعبتش 50 مباراه، مش ما خدتش دوري. تخيل يا كابتن اسلام السنه دي يعني حسام عاشور ياخد الدوري السنه دي ان شاء الله، يبقى بيتساوى مع نادي الزمالك في الدوري. الزمالك عنده 12 بطوله دوري. حسام عاشور لو ربنا كرمنا السنه دي وان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد الدوري، يبقى حسام عاشور 12 دوري. انت يعني دي حاجه يعني ما شاء الله تدعو للفخر، ان يبقى عندك لعيب بالانجازات وبالبطولات دي. تمام، لكن حسام عاشور واحد من اهم وافضل اللعيبه، كان لسه صغير كده فاكر؟ كان لسه صغير كده. في 2005 2004 2005 كان لسه حاجه كده يا كابتن شريف، لكن يظل اعتقد في فلاجه تكرمه مش نعم؟ اتظلم تكريم دوليا يعني حسام من اللعيبه اللي اتظلمت دوليا اللي ما خدتش حقها. يا اخي يا سمير ده انت مش ممكن يا سمير، يعني يا سمير مش كده يا سمير، مش كده يا سمير والله، هتزعل الناس مننا والله. انت يا سمير زي ما اسامه قال كمان اتظلم دوليا، يعني كان واحد من ضمن اللعيبه المؤثرين بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي، المفروض كمان كان ياخد حقه دوليا مع منتخب مصر. يعني لكن دي طبعا حاجه بترجع للاجهزه الفنيه. صاحب رتم في الملعب وصاحب ايقاع وقائد وكل حاجه. ازاي ما بقاش حظه انه كان يبقى ضمن المنظومه، حتى هم الحقيقه خدوه في تصفيات كاس العالم وكلام، بس ما كملش وواصل معاهم الاشتراك في بتوكال، على الاقل يكون ليه وجود في كاس العالم. يعني حسام عاشور واحد من اهم وافضل اللاعبين المتواجدين في مصر، في النادي الاهلي طبعا وفي مصر كلها، اتمنى له يا رب كل التوفيق ويفضل موجود ويفضل ياخد بطولات طول ما هو موجود في ارض الملعب. كابتن شريف، كنا عايز اكلم حضرتك عن برضه العشر دقائق الاخيره، لانه الناس قلقانه، انا شايف الكلام على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام، الناس كلها قالت لك يعني طب يا جماعه الماتش كان في ايدينا، الماتش كان ممكن يخلص 3-4-5، فجاه بقى 2-1 وبقت الناس تتكلم على جون اوفسايد،
دي اللعبه اللي حضرتك اتكلمت عنها الاول اللي كانت في الدقيقه 70 هيجيبها على ممكن تشوفها وراك او هنا قدامي جابها. بص برضو النقل بتاعها هي دي اتلقى الثانيه كانت من ناحيتنا هنا الثانيه كانت من ناحيتنا وراحت هتجي 71 من هنا بقى اعتقد الهجمه المرتده السريعه بص الكره اتنقلت منين بص جيرالدو لا مش دي لا مش دي هو قصده الثانيه اللي قطعها لعيب امبي دي كره هايله رخرة قدر يتوفى فيها دي لو توفى فيها سوليه كانت تبقى عظيمه رخرة الثانيه زيها كده بس ما كملتش ولان هم كانوا اتنين على واحد بس من امبي ما كانش فيه حاول اتخطفت من لاعب امبي في قطعها بصراحه اعتقد اعتقد يمكن رامي او احمد صابر حاجه زي كده فانا بتكلم على ان ال10 دقايق الاخيره دي بس نرجع نتكلم عنها انت عايز تقول حاجه اتفضل لا انا لو انت بتسالني ال10 دقايق لا انا هرجع اسال حضرتك ولكن هي ال10 دقايق دي انا عايز اكمل بس كلامي في ان ال10 دقايق دي مستوى النادي الاهلي نزل شويه فيها الحقيقه يعني وكان واضح جدا وخلت الناس تتكلم على ان في جون اوفسايد وجون مش اوفسايد يعني خلت الناس تتكلم على حاجه يعني يا جماعه خدوا بالكم من اللي بيحصل لانه الفتره اللي جايه هتلاقوا حرب من الحروب اللي هي ايه حروب السوشيال ميديا حروب الجيل الرابع زي ما بيقولوا فعلا ضد النادي الاهلي دلوقتي تفتح تلاقي الناس كلها قايلين ايه اصل ده بيتلغي لهم جون اوف سايد ده مش عارف ايه ده مش عارف ايه احنا هنجيبها لحضراتكم ونوريها لكم انا لو تاخدوا بالكم انا سكت عن الموضوع في اول الحلقه لكن لما اتاكدنا تماما بخطوط حقيقيه وبخطوط بالمناسبه في هذه القناه اللي هي اسمها قناه النادي الاهلي يوم مباراة النادي الأهلي ضد وادي دجلة كابتن سمير عثمان كان موجود معانا هنا في الاستوديو وكان من وجهة نظره أن ضربة جزاء رمضان صبحي هي ضربة جزاء ولكن قبلها كان في فاول على رمضان صبحي في قناة النادي الأهلي قلنا هذا الكلام في قناة النادي إيه؟ الأهلي مش زي يعني ما ينفعش نقارن لكن في ناس تانية تقول لك كذا وكذا وكذا لا احنا قلنا ان في كره اتعملت كذا وكذا وكذا وكانت من المفترض هي تكون فاول على رمضان صبحي في الاول فعشان كده انا بقول لحضراتكم لما بنشوف حاجه صح بنقول ان هي صح هنوريها لحضراتكم ازاي عشان بس الكلام اللي عمال يتقال والكلام اللي داير احنا الواحد داخل والله شكيت يعني احنا قاعدين احنا الاربعه قلنا واضحه يعني كابتن مال كابتن اسامه كابتن شريف واضحه جدا ان هي تسلل واضح انا نفسي برضه بالعين مجرده يعني وانت مع كابتن سمير الهدف اللي بتاع امبي اللي كان الكره الهدف بتاع امبي اللي من كره ثابته نفسي كابتن سمير يجيب اللعبه ويتاكد منها هل كان في فاول من الاول في بدايه اللعبه لصالح جيرالدو ولا لا برضه انت يعني تمام دي هنجيبها برضه لو دخلنا ولكن احنا بنتكلم على اللقطه الابرز لغايه لما الكابتن سمير يخش لنا وبرضه يدينا رايه خلي بالكم انا لسه ما اعرفش راي كابتن سمير لغايه دلوقتي ولكن انا بقول لكم ان احنا شفنا ان احنا حطينا خطوط حقيقيه وليست خطوط وهميه زي اللي منتشره دلوقتي على الفيسبوك وعلى الحاجات دي لا الناس حاطه ايه يا كابتن يعني وقف كده واحد بقى عجبه واحد زملكاوي او بيشجع نادي اخر غير النادي الاهلي بيعمل ايه شايف ان يوم جاي عامل الخط كده شويه حصل وبعدين وحصلت قبل كده ده حصلت في قناه مش في لا وفراد دجله كان الخط كده اتظبط عشان يطلع لعيب الاهلي اوفسايد والهدف يتحسب اوفسايد قام جاي عامل احنا بقى هنحط لكم خطوط حقيقيه في هذا الموضوع فعايز اعرف برضو رايك يا كابتن في ال10 دقايق الاخيره من عمر المباراة وهبوط مستوى أداء النادي الأهلي. أنا من رأيي أنا الشخصي خسارة الشكل الهجومي اللي احنا كنا فيه مع المحطة الهجومية اللي هي اتغيرت. يعني أعتقد إن أجاييه كان عامل لي عمق هجومي جميل جدا ما بيدينيش فرصة لأي فرقة تانية إن هي تخاطر وتسيبه في المنطقة دي لوحده. شايف خطوط انبي كلها بعد التغييرات اللي احنا عملناها اللعبه اللي حضرتك عايزها يا كابتن معلش الكوره عامله ازاي عشان هي دي يا كابتن بص الجمال بقى يعني دي لو راحت يعني بص منين يا كابتن بص الرؤيه منين بص لمسه واحده دي واحد بيشارك فيها هادي جيرالدو كويس واحد اثنين ثلاثه لمسه واحده كلها هنا ثلاثه تحركات كمان عايزك تشوف التحركات عامله ازاي بص لمسه عالميه أربعة أجاي شايف وبضهره شفت الخمسة بقى الراجل كمان شايف زميله يعني لو فتح البرجة علي فوزي الكرة لو فتحت شوية من رجله على أساس إن المهاجم بتاعي هو بينطلق ناحية الجول دي كانت مش أنهت المباراة بس أنهت وكلنا وقفنا والدنيا كلها كانت هتقف تسقف صح وهتعمل حالة حتى كانت هتقعد هتعمل حالة حتى الفريق إنبي إعجاب بلاعيب النادي الأهلي
فهذه السرعات وده الكونتر اتاك اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده انا بقول لك لما انت غيرت اجايه وغيرت عمرو السوليه بدون وهاني لا هاني ده غصب عني هنزل باسم علي اجباري، انما هنا انا ما عنديش حاله اجبار بصراحه، يعني مش لازم ابقى في زنانه ريح عشان عمرو السوليه بقاله كتير بيلعب عشان بس ده مطلوب يا كابتن. احنا شفنا ان معظم اللعيبه مطلوب، بس في حالات انا مسيطر باللعيبه دي واللعيبه دي انفورم واللعيبه دي في الملعب اللعيبه دي انديو كابتن. بس انا خلاص هو يعني لو في مدير انا مش بغلط إيه؟ انا مش بغلط بس بقول المدير الفني لا احنا بنتكلم مع بعض انت بتقول لي سبب اللي حصل ايه انا فقدت، انا مش بقول له انت غلطان ولا صح ولا غلط، انا بقول له انا فقدت محطه كانت هجوميه قويه جدا بالنسبه لي، محطه ارتكاز جامد جدا رايح جاي عمرو سوليه مع تسليم نيدفيد المهام اللي هي برضو التحضين، فقدنا بالتغييرين دول حاله البريس برضو اللي احنا صلاح محسن صلاح محسن راح لعب ناحيه الشمال وما دخلش حتى جوه. لا بس خد بالك صلاح محسن ضيع كورتين في ال 10 دقايق نزلهم احنا ما اختلفناش ما اختلفناش، ده كان في وجود اجاييه ده اول كره لو كانت جت جون في دي في لا جول. كان طلع كان طلع اجاييه اول كره راحت له كان خلصت المهمه كلها بس احنا فقدنا في الحته دي، بقينا ما عندهمش التانيين اي حاجه يعملوها غير انه يهاجم عليك، فانت النهارده المحطه الهجوميه اللي كانت موجوده دي خرجت، البديل لما نزل وضيع الكره دي حصل برضو اخفاق طيب. وحصل زياده روح بالنسبه لفرقه امبي نعم. فانا من ناحيتي طبعا نمره واحد عدم التركيز اللعيبه في ال10 دقائق اللي فات طبعا اجهاد من اول المباراه واضح، احنا على فكره الفتره الجايه كلها هتبقى اجهاد عشان في برضو لا الماتش من اوله التحركات جت بطيئه جدا يمكن بعد ربع ساعه. الكره دي يا كابتن بص الكره دي لو دخل الجون ده خلاص ده لو حطها على الارض خلاص 4 5 ولو ما عملهاش بليسنج قويه كده لو حطها على الارض في اي زاويه جول. احنا النهارده التركيز طبعا من اول المباراه والشكل اللي انت شايفه ده السريع ده ما كانش عندنا من اول ربع ساعه، احنا دخلنا جوه المراحه حسينا بالخطوره لغايه لما قلت لك ان احنا نجيب لك جول تمام. فهو التركيز برده من اللعيبه لازم تركز وتستفيد من الاخطاء اللي حصل النهارده ده في الماتشات اللي جايه وتعرف ان كل الناس هيبقى عندهم شراسه وهجوم وكل حاجه مش هيتفرجوا عليك وانت بتنقل الكوره بس كده تمام. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل الكابتن سمير عثمان والكباتن موجودين معانا، بس هقف انا وهو بقى هناك على الول عشان برضو حالات مهمه النهارده حصلت وانا ما اعرفش لسه الكابتن سمير عثمان هيقول لنا ايه خلي بالكم، فهو مش عايز يقول لي، انا قلت له هي اوفسايد ولا مش اوفسايد، انا لما اتاكدت انا بنفسي وجبنا الورقه وبتاع وقعدنا نعملها وضحت، لكن انا ما اعرفش لسه الكابتن انا بعد ما قال لك خلي بالكم بقى بعد ما قال لك البنالتي مش بنالتي بتاع لا انا مسكته على التليفون بعد كده قلت له يا جريء يا جريء ايه الجرأة هو الكابتن سمير الحقيقه لا جميل يعني كلمه الحق دايما هو بالتالي خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل النجم الكابتن سمير عثمان هنتكلم عن الحالات التحكيميه في مباراه الاهلي في وجود الكباتن بقى عشان ما بقاش لوحدي احنا الاربعه بقى ايه عاملين بس نطلع فاصل نعم عادي روح معانا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نستقبل كابتن سمير عثمان. وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مش هقول لكم مين اللي جنبي، مش هتكلم انا خالص ولا الكباتن هيتكلموا ولا اي حاجه خالص، احنا هنسمع الكابتن سمير عثمان هيقول لنا ايه النهارده، وبالمناسبه احنا اربعه ها قبل ما تتكلم بس احنا اربعه تمام يا كابتن اسلام. ازيك يا كابتن سمير؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله. دايما بنستنى رايك لان انت الحقيقه دايما ارائك واضحه عادله بتتكلم بما تراه، وبالتالي مجموعه كبيره من المشاهدين مستنيين راي حضرتك في الحالات التحكيميه لمباراه اليوم، وبالمناسبه الكابتن سمير قبل المباراه قال لي هتبقى ماتش غلس، ماتش كثير الانذارات، ماتش هيبقى فيه طرد، قال كل الكلام ده ما قبل المباراه، وبالتالي خلينا نسمع بقى من الكابتن سمير عثمان واي حاجه طبعا كابتن شريف الكابتن ماهر الكابتن اسامه حسني موجودين معانا، اي حاجه حضراتكم عايزين تسالوا فيها ممكن نسال فيها الكابتن سمير عثمان. اتفضل يا كابتن سمير. طبعا بشكرك كابتن اسلام ان احنا نزلنا الملعب تاني وانا عاوز اقول حاجه بس الشورت بقى وحشنا جدا وفي اسامه اهو برده قريب مننا يعني واسامه والكابتن ماهر برده خلي بالك قريب والكابتن شريف لا كابتن شريف يعني كلها سنتين ثلاثه يعني بس في نقطه كابتن عاوز اقولها بس برده للساده المشاهدين، احنا هنا من ساعه انا ما جيت ما حدش بيقول لي انت قول كذا وما تقولش كذا، ان انا قاعد براحتي خالص، حدش بيفرض عليا مش عايز يقول لنا كلمه، انا بقول له اوفسايد ولا مش اوفسايد،
اللي هتعرف بالظبط، ولا حتى سواء لصالح النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي بصراحه. يعني دي بقولها بامانه عشان احنا هنا جايين بنحاول العداله مع تكمله مباراه التحكيم. يعني طقم الحكام كان محمد الصباحي، وكان معاه احمد توفيق طلب وشريف عبد الله، ومعاه حكم رابع عمرو رمضان، والحكام الاضافيين سعيد حمزه قلب الاسد من اسكندريه المبتسم على طول، ومعانا حسام الجلاد برضو من اسكندريه. واحد شخصيته سعيد حمزه من الحكام شخصيتها يعني عاليه جدا وبتساعده جدا في اداره المباراه. نعم. المباراه زي ما اتفقنا يا كابتن اسلام من بدايتها مباراه صعبه، مباراه قلت لحضرتك ممكن تبقى حافله بالانذارات، ودليل كده النهارده 4 انذارات وفي حاله طرد. مباراه بتبقى يعني اللعب بتاعها صعب في الملعب. دي اول كارت اصفر كان في الدقيقه 27 بالظبط، يعني هو استنى 27 استنى دي. واول خطا حسبه كان في الدقيقه 6 ونص، يعني هو برضو ايه الدنيا ما كانتش خلى الدنيا ماشيه شويه بالظبط كده. نعم. لغايه ما وصل لفتره معينه خلاص لازم تاخدم طبعا الكروت الصفراء. تمام. مباراه يعني طاقم الحكام محمد صباحي، هنشوف الحالات اللي بتاعت النهارده. نعم. وبناء على ذلك هنقول هل محمد ورفاقه نجحوا ولا لا. صدق. نبدا باول حاله، اتفضل يا سمير. لا سمير المخرج. اوكي. يلا ماشي. دي اول حاله. المفروض طبعا هنا في اعاقه من لاعب نادي امبي للاعب النادي الاهلي، هتبان من الزاويه اللي ورا. طبعا في مسك بايديه الشمال، طبعا اعاق كريم ندفت. طبعا هنا كان لازم يبقى في ركله حره مباشره مع كارت اصفر مع انذار، كان لازم كارت كان لازم طبعا. نعم. هو بيعقوا على هجمه، طبعا هنا كان لازم في مساعده من الحكم رقم 2 المساعد شريف عبد الله، لان هو شايف الكره كويس جدا، بتبقى صعبه شويه. الحكم الخامس برده مواجه ليها ومع الحكم الخامس، بس اقرب لها الحكم المساعد الثاني مع الحكم الخامس حسام الجلاد، بتبقى صعبه شويه على محمد الصباحي. لو يحسب كره زي دي ممكن يحسبها على اساس انه كلاعب كوره، انما طبعا هنا كان لازم. اذا اول خطا من الكابتن محمد الصباحي، و كان من المفترض ان تكون هناك ضربه حره غير مباشره وكارت اصفر لرامي صبري. دي تاني حاله يا كابتن. دي تاني حاله. طبعا هنا محمد كان هادي جدا في اثناء المباراه، لان هو بيلعب بنظام معين وكويس النظام اللي لعب بيه. معلش خلينا هنا ممكن تقف بس ثانيه واحده. لا الخطوه اللي في الكادر اللي فات بس كده. هو كابتن محمد حس ان هو تقيل شويه؟ لا هو محمد الصباحي من جسم كل شخص بيبقى ليه طبيعه جسم. هو محمد من الاجسام العريضه اللي مليانه عضل وعظمه زياده. يعني مش زيادة. بس عشان الناس ما تعلقش. لما تيجي توزن محمد مع طوله هتلاقيه مناسب جدا، بس الشكل مع برضو حاجه، وبرضو حضرتك كنت بتلعب وبرضو شيء كابتن شريف برضو عارفها، اللي بيلبس لبس فاتح اصفر او لبني برضه بيكبر السمك في الشاشه. تمام. كل ما يلبس اسود يبقى بشكل افضل يعني. نكمل اللعبه سمير. سمير عكاشة. طبعا هنا في طبعا ركله حره مباشره وانذار. ده الانذار اللي حضرتك بتتكلم عنه. يعني بص هو مصمم على ارتكاب الخطا، شده من دراعه اليمين وبيلف برضه. طبعا ماسك واضح. طبعا ركله حره مباشره وانذار بسبب طبعا ماسك الخصم بهذا الاسلوب. نعم. في اي اعتراض يا كباتن؟ لا هو بس احنا عايزين نعاقب على الفاول ده. ده السابع. يعني ده الفاول عنده 6 فاولات قبل الفاول ده. هذا اللاعب اللي هو رؤى. وده كان الفاول السابع. تمام يا كابتن. يعني حضرتك بتدي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 ولغايه يعني 25 او 70 كمان يا كابتن. ليه بقى؟ اما قانون كره القدم بيجي يحسب لك ان في خطا، مش تكرار الخطا، لان انت ممكن العب في المباراه كذا خطا ولا خطا من الاخطاء دي يستوجب ولا كارت اصفر ولا كارت احمر. تمام. اتفضل. رد عليك يا كابتن شريف. اتفضل الحاله اللي بعد كده. اتفضل. الحاله الثالثه دي بس انا بس نرجع تاني. بص الحاله دي كابتن علي ماهر. نعم. بص كابتن علي ماهر فين؟ في منطقه فنيه اللي هي متحدده بالخط الابيض دي. نعم. الاتحاد الدولي محدد في منطقه فنيه واحد بس يقوم يتحرك فيها ويوجه توجيهاته. نعم. تمام. نعم. اما يخرج بره كده لا، دي خطه مساعد الحكم الرابع. بص هو وصل لغايه فين يا كابتن؟ هنا طبعا في المسافه دي بالوقت ده لازم الحكم لازم عمرو رمضان لازم يروح له. بص وصل فين؟ ده خلاص خرج بره المنطقه لغايه انه ظاهر في الكادر. لازم هنا الحكم الرابع لازم يروح له يا كابتن التزم. تمام. دي تعليمات الاتحاد الدولي. مش التريننج اللي لابسه كابتن علي قريب من التيشيرت بتاع امبي؟ تماما تماما. يبقى المفروض قبل المباراه برضو، قبل المباراه دي ملاحظه مهمه جدا، لان دي ممكن تضايق مساعد الحكم رقم 2 اللي واقف اللي هناك، خاصة في التسلل، لأن ده ممكن يعتبره بس بيعتبره لابس بنطلون وطويل فممكن يمشيه، أو لو شايفه مش عامله له هو مشكلة مفيش مشكلة. إنما دي نقطة إحنا بنجيبها
حاجه برضو دي مهمه جدا تعليم لازم الحكم طبعا الحكم الرابع ياخد باله لان ممكن مدرب تاني او اداري يعمل مشكله طبعا يعمل مشكله انت خرجت بره المنطقه الفنيه لازم الحكم الرابع يروح له طبعا ويرجعه داخل المنطقه الفنيه تاني الحاله اللي بعد كده ده جيرالدو في انطلاقه من ناحيه اليمين هنا اتاح الفرصه اعتقد في الكره دي بس انت قلت لي قبل الماتش بص يا كابتن دي اتاحت فرصه رائعه من حكم المباراه محمد صباح انت حضرتك قلت لي قبل الماتش ان عشان تتيح الفرصه لازم بعد الكوره لو فيها انذار او كارت احمر ترجعها بالظبط لو مستاهله فيها كارت اصفر او كارت احمر لازم بعد الهجمه ما تخلص تروح تدي الكارت الاصفر ودي هنا ممكن يبقى فيها كارت اصفر لان فيها اعاقه مع هجمه واعده انما لا. انما اللي يغطيها مبدا اتاحه الفرصه في كوره زي دي لو احرز منها هدف بيبقى اكتر واحد سعيد حكم المباراه لانه عاوز برضو متعه لاثناء المباراه فطبعا ده تميز بصراحه من صباح هل لازم يرجع له تاني ممكن يرجع له ممكن هو لو شيء لو الحكم شايف انه عمل هجمه طبعا افسد هجمه كان ممكن ممكن يرجع له كارت يبقى عندك الكره بتاعت كريم نيدفيد اللي هو مسكه رامي صبري مسكه رامي صبري والحكم ما حسبهاش ودي رامي صبري هجمه واعده هاتها كده تاني ودي الكره الثانيه في خطوره كده تاني لو سمحت هو رامي صبري كان رامي صبري لازم بعد الكره ما الهجمه تخلص سواء بهدف يا كابتن اسامه حتى لو جت هدف ممكن يرجع له برده يديله العقوبه الاداريه اللي هي الكارت الاصفر خلي بالك كده يبقى كارت اصفر اولاني وكارت اصفر تاني كان المفروض يطرد في اللعبه ممكن يطرد احنا بنشوف قال لك ممكن 25 معاك انت حلقه يبقى اوكي ماشي دي ما فيهاش مشكله الحاله اللي بعد كده اذا اجاده هنا اجاده جدا محمد صبري كان ممكن يكملها بالكارت الاصفر كان من المفترض ان هو يكملها بالكارت الاصفر اتفضل يا كابتن بعد كده دي الحاله الخامسه نعم تمام ده الهدف اجاي اعتقد تمام الهدف الهدف تمام نكملها عادي جدا تمام بص يا كابتن نعم. الكره دي اما نشوفها من الزاويه اللي ورا مساعد الحكم رقم واحد عاوزين نشوفها في الاعاده تمام عشان دي فيها بصراحه نتفرج عليها ونقول تميز ولا اخفاق من حكم مساعد رقم واحد ماشي كل اللعب ده ما فيهوش مشكله خالص تمام تمام بس بص يا كابتن احنا دلوقتي عندنا المفروض عشان تحسب تسلل يبقى لازم في اثنين مدافعين قرب خط المرمى ما يكونوش مسابقين الكره تمام. احنا هنا عندنا يا كابتن المدافع بما فيهم حارس المرمى يعني حارس المرمى في القانون اسمه مدافع كان عندنا اول مدافع هو حارس المرمى اللي لابس اخضر وبعد كده اتفضل يا سمير العب كملها ويجي كده بقى عندنا المدافع الثاني كده لو الكوره يا كابتن لو الكوره دي اتلعبت وخبطت في اللعيب كريم نيدفيد يبقى لازم تسلل تمام لو خدت حيز من عين حارس المرمى او غيرت اتجاه برضه لازم تسلل فهنا طبعا دي كوره صعبه جدا اكتر واحد يقدر يقدرها مع مساعد الحكم رقم واحد طبعا حكم المباراه دي كوره من الكور الصعبه جدا لمساعد الحكم اللي هو انا شايف هنا هو اجاد فيها اجاد تماما بعيد بالظبط لان خلي بالك هو لو اعاق مثلا المدافع الثاني اللي واقف على المرمى طبعا دي بيبقى فيها تسلل طبعا الهدف ده سليم بالرغم صعوبته العاليه جدا على مساعد الحكم رقم واحد اذا تميز لمساعد الحكم طبعا 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 من كرة صعبه يا كابتن الكره دي صعبه يعني هي ما جاتش في المباراه يعني ما حدش اتكلم فيها بس دي يعني دي حاله مهمه جدا تمام نقدر نشوف الكره اللي بعدها اتفضل يا كابتن ده كارت احمر لاحمد رفعت هو رفعت. طبعا احمد رفعت هي دي الاول فاول لا هو بيلعب على الكوره ايوه ما فيهاش حاجه لا لعيب الفرقه الاحمر بيلعب على الكوره طبعا واضح ان احمد رفعت قال كلمه مش وما قالش كلمه هو اكيد طبعا ما قالش لفظ خارج والدليل على كده هو اداله كارت اصفر مش احمر هو اداله كارت اصفر في كارت احمر فالكارت الاصفر ده اكيد هو اتكلم باسلوب مش كويس مع الحكم هو كان واخد كارت قبل دي كان واخد كارت قبلها فاداله الكارت الاصفر الثاني فراح بيخبط على كتفه وبيسلم عليه طبعا دي بتبقى استهزاء من قرار الحكم
ده نص قانون. وانا واحد. يعني لو حضرتك واقف وانا جيت اسلق اخبط على كتفك يبقى انا بستهزئ. بص يا كابتن اسلام، انت لعيب كوره وحاسس بالكوره، انت عارف امتى اللعيب ممكن يضايق الحكم باسلوب يبان للناس كله طبيعي وباسلوب تاني لا ان في استهزاء. طبعا اللي عمله احمد ده في استهزاء كبير من الحكم، حتى انا نشوفها تلاقي ان محمد صباح من طبيعته من الحكام الهاديين جدا، بس في حركه زي دي ضايقته قوي، والدليل على كده ان احمد رفعت عارف هو عمل ايه جدا على طول بدون اي اعتراض. ودي طبعا اعتقد كابتن علي اللي واقفه معاه فيه. سامعين ولا مش سامعين؟ عشان برضو الناس اللي بتحب تسمع. اتفضل يا كابتن. تمام. هو الراجل ما شافش، عارف ان الخطا اللي عمله، وخلي بالك ده كارت احمر مجاني بس بسبب اللاعب مش الحكم. مش فاول مش معمول ضده كمان اصلا، ده معمول ضد زميله، يعني هو حسب فاول لزميله بالزبط. هو ما اعرفش ايه وجه الاعتراض، هو جاي انا حاطط يعني هو مشكله عنده هو يعني مشكله عنده طبعا هو. لازم حاجه مثلا اعتقد تبقى في حاجه تربويه من النادي انه ده بيكلف النادي بتاعه طبعا. تمام. الحلقه اللي بعدها اذا كارت. خلينا ثانيه واحده سمير معلش عشان دي مهمه، عشان الحاله دي محتاجين فيها وقت وكل شيء. فهنا قرار صحيح من الكابتن محمد الصباحي، الانذار الثاني، الانذار الثاني لاحمد رفعت وطرده. بس يا ريت نجيب اللعبه يا سمير برضو وهو بيطبطب على الحكم، وهو بيطبطب على الحكم لان هي دي هي مش باينه هنا. هو بيطبطب وبيسقف له كمان، ده نوع من انواع الاستهزاء من قرار الحكم، بيشاور له الحكم وبالتالي هنا كان واضح جدا ان هو متنرفز الصباحي في في اللعبه دي تحديدا، يعني لانه الصباحي هادي على فكره، يعني لما توصله الدرجه دي لو واحد ضايق. وبص هنا تلاقي احمد خارج عارف هو عمل ايه، عارف ده يا كابتن اسلام، وانتوا لعيبه كوره لو حاسس انه ما عملش حاجه مش شغل بالاسلوب ده خالص، هتلاقيه بقى يتنرفز ويروح للحكم ويكلمه وزمايله يجوا. انت ملاحظ ان مفيش حد من اللعيبه برضو بتوع انبي واقفين معاه غير الراجل اللي جه بالصدفه واقف جنبه. بالظبط. وبالتالي اذا هو قرار صح، وهحاول يجيبها لك دلوقتي يا كابتن. يعني طيب هتجيبها لنا هنا الكوره دي كفنيه ما فيهاش حاجه، هو بيلعب تاكلين على الكوره، لعيب نادي الاهلي لعب الكوره. لا هو كان الكلام ان النادي الاهلي احتسب ضد ضد النادي الاهلي، او تم طرد لاعب من نادي انبي في هذه المباراه لصالح النادي الاهلي. الحكم بيحسب حالات ولا مع احترامي طبعا للانديه الكبيره اهلي انبي هنا في المباراه، هو الحكم بيلعب لاسمه. الحكم لازم بيبقى اناني لصالح اسمه هو. طيب لغايه لما هيجيبها لنا تاني، لكن هو اي حد بيلمس الحكم من الممكن انه ياخد كارت احمر مثلا؟ لا, انا بتكلم في انواع كابتن اسلام، نوع من انواع الاستهزاء من قرار الحكم. الاستهزاء من قرار الحكم او الامتعاض من قرار الحكم. الامتعاض من قرار الحكم ده اصلا يا كابتن مش بالقول، ممكن يبقى بالفعل اصلا. ابص لك مثلا من فوق لتحت، ما هو ده امتعاض من قرار الحكم. زي ما كابتن حسام البدري عمل مع محمود عاشور، مع كابتن محمود عاشور، مع كابتن محمود وكابتن حسام. طبعا ده امتعاض من قرار الحكم. هنا لا، ده هنا في يعني في استهزاء من قرار الحكم في القرار اللي اتخذه. يعني شايف ان هو كان يعني استنى شويه ان هو طلع له الكارت الاصفر الثاني، ولا كان من المفترض يطلع له كارت احمر على طول؟ لا دي ما تستاهلش كارت احمر، ما تستاهلش بحكم القانون. استهزاء من قرار حكم او قرار الامتعاض من قرار حكم هو كارت اصفر. هي دي هنا بقى ابتدى الكابتن صباح ياخد وجهه نظر الصباح ان دي فيها استهزاء ليه. ده ما بص الصباح بيطلع له وبص بيسقف له هو. طبعا لعيب هو حس بقى بالخطوره فخض، مش مزاد قرر خلاص القرار. اكتر واحد هيندم عليها هو اللعيب بتاع امبي على فكره، وللاسف احمد من اللعيبه الكويسين، ولكن دماغه يعني احتمال بقى في المباراه في شده اعصاب. يعني انت خلاص يعني هو خلاص بتروح تسلم، الموضوع خلص، الموضوع سهل. طيب تمام. اذا قرار صحيح من الكابتن محمد الصباحي في طرده لاحمد رفعت بعد الانذار الثاني في اللقطه اللي امام حضراتكم، لانه زي ما الكابتن سمير عثمان قال استهزأ بقرار الحكم. طيب اتفضل يا كابتن. طبعا ده يجي تحت بند السلوك الغير رياضي. طبعا سلوك غير رياضي. تمام. وبالتالي احنا دلوقتي وصلنا لهدف انبي الغير شرعي او اللي احتسب تسلل. اتفضل يا كابتن سمير. طبعا هنا هدف انبي احرزه، هنا مش باين لنا اي صوره. مساعد الحكم رقم 2 شريف عبد الله. بس يعني احنا الكره دي مهمه. تمام. والتصوير. طب معلش بقى يا جماعه بعد اذنكم، يعني احنا محتاجين برضو الخطوط اللي انا طلبتها من حضراتكم عشان برضو بس نوضح لحضراتكم ونوضح للناس قد ايه ان الكره دي واضحه. هي صعبه، كره صعبه جدا طبعا في اطار الكرات الصعبه يا كباتن وحضراتكم مشاركين معايا. بس كابتن اسلام معلش يعني عاوز يعني اوضح حاجه. احنا مش محتاجين الخطوط. يعني مش محتاجين خطوط الكمبيوتر يعملها او الاعداد.
ليه يا كابتن؟ عشان ما نخشش بس في قصه خطوط وهميه وخطوط مش عارف. انا الخط انا اللي بعمله يا كابتن اسلام او المعد اللي بيعمله. احنا عندنا في خط واضح. يعني انا هسال حضرتك سؤال وكابتن اسامه وكابتن ماهر وكابتن شريف. هو سؤال بسيط بس بدايه انا عاوز اقول لكم ان حكم المساعد مش واقف مع اخر تاني مدافع. يعني المفروض يقف مع اخر تاني مدافع. يعني ايه تاني مدافع؟ اللي هو اخر لعيب من لعيبه النادي الاهلي. هي دي النقطه السلبيه عند الشريف. بالعكس انا شايف ان هو واقف مع المفروض يا كابتن تاني مدافع. لا مع اخر تاني مدافع الاحمر اللي هو جوه الدايره اللي هو ده. هو واقف بالظبط هتبقى بعيده. تمام. هو السؤال هنا يا كابتن هنسال سؤال سهل واعتقد لو حد بيتفرج علينا وعاوز يفهم الوضع من السؤال اللي انا هساله والاجابه بتاعته. نعم. هنا ممكن نرجع لحظه واحده بس يا كابتن سمير لو سمحت. ارجع كشه كده قبل طلوع الكوره. فريم ورا قبل طلوع الكوره. هتقدر؟ اتفضل يا كابتن. لا مش دي اللي بعدها. هو جاب اول لقطه سمير اول لقطه بالظبط. طيب اهو بس لا كمان سنه بس 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 بس, 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 بس لا ارجع سنه بس بس هي دي. انا هسال سؤال يا كابتن من غير خطوط. احنا عندنا خط ال 18 مظبوط بس يا سمير لسعود خط ال 18. انا هسال سؤال لحضرتك والكباتن. لو الاحمر لابس احمر اقرب لخط ال 18 هتبقى الكوره سليمه هدف سليم مظبوط. ولو الازرق هو اللي اقرب لخط ال 18 هتبقى الكوره دي هدف تسلل مظبوط. حضرتك كابتن ماهر شايف مين اللي اقرب؟ الازرق اقرب. كابتن اسامه لاعب انبي طبعا. كابتن شريف اوف سايد. الازرق هو اللي اقرب. الازرق اقرب. الكره سهله سهله بالمنظر ده سهله. هي صعبه على الحكم. الحكم جابها يعني ايه بتوفيق كبير يعني مساعد الحكم شريف ربنا بيوفقه في كره زي دي ما عملتش مشكله. تمام. انما من بص احنا بنحلل بقى بالنسبه لنا دلوقتي خط ال 18 هو الاساس مش محتاج خطوط. يعني حضرتك تقصد ان هنا بس بس ثانيه واحده هنا المسافه هنا اقرب من المسافه دي. بالظبط كده صح كده. يعني انا كابتن عندي هنا خط ال 18 خط ال 18 تمام وعندي في لعيب احمر وفي لعيب ازرق. نعم. اللي مسابق يعني لو الازرق هو اللي مسابق يبقى الكره تسلل. جسمه سابق كمان. جسمه سابق. جسمه يا كابتن اسامه ما عدا دراعه. يعني لو دراعه هو كان طالع لا ليه انا الدراع ما ينفعش احرز منه هدف. مظبوط. انما بايديا برجلي براسي ممكن طبعا احرز من هدف. اما نيجي نلعب اما نيجي نكمل كره زي دي يا كابتن اسلام واللعيب اللي هناك هو اللي جات له الكره ولعبها يبقى لازم يعاقب على كونه في موقف تسلل وطبعا الهدف. اذا هدف ملغي صحيح للنادي الاهلي وتميز لطاقم التحكيم هدف ملغي الانبي هدف ملغي الانبي يعني وتميز لطاقم التحكيم وخصوصا المساعد على الرغم من هو لم يكن بالظبط بس هو يعني موفق في كره زي دي موفق 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 جدا. ونعيدها تاني بعد اذنك كابتن اسلام الخط ال 18 سهل يعني اي حد بعد كده يحط خطوط مش محتاجه خطوط. الكره دي تحديدا مش محتاجه طبعا لان احنا عندنا خط سهل اللي هو خط بتاع المباراه هو موجود خط ال 18 موجود وبالتالي هو مؤثر. هو اقرب اللعيب بتاع الازرق هو اقرب لخط ال 18. طيب اذا الحاله اللي احنا كنا منتظرين ان احنا نقول فيها كلام كتير احنا قعدنا نحط خطوط ونطلع خطوط ما كنت قلت لي من الاول ما عشان تبقى مفاجاه في الملعب عشان تبقى مفاجاه في الملعب. كابتن فاجئنا كابتن اسلام الهدف انبي عايز بس اشوف اللعبه اللي قبل الهدف اللي اتحسبت فاول من بره ال 18 هدف انبي عشان هدف انبي لا هدف انبي بقى الاول سمير عثمان موجود معانا. لا الهدف الهدف انبي الصحيح هدف انبي اللي دخل جول اللي جابه هاته من اوله بقى هاته من اوله يا سمير. طبعا ربنا يوفق شريف الكره في دي الحمد لله شريف وهيتميز بيها شريف عبد الله شريف عبد الله يعني عندنا مساعد الحكم احمد توفيق اللي بقى عنده كره صعبه ومساعد الحكم الثاني الراجل الراجل اللي قبله اللي قبل اللي حط الهدف اللي هي دي ولا الجول الاولاني اللي قبله اللي قبله في اللعبه دي اللي عدته ده يعني هو بيقول يقصد هات الكره ثاني سمير اللي عدته المهاجم الاولاني اللي عدته يعني المهاجم ده لو كان جابها جول الاولاني ده اللي ورا لا مش اوفسايد مش اوفسايد تمام يا كابتن ماهر عشان كده احنا ثبتناها اللي كان مسابق لو الكره جات له يبقى تسلل اذا تميز حكم المساعد الاول هتقدر تجيب لنا الكره اللي اسامه عايزها اسامه حسني هدف انبي لا مش 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 الهدف ده يا سمير انا هدف انبي هل هو فاول ولا مش فاول عايزين نشوف فاول ولا مش فاول لو موجوده عندك لو شاف حاجه جه منها الهدف اللي فينا انت شاكك في حاجه فيه شاكك ان اصلا الكره فاول فيها لصالح جيرالدو من اول بدايه اللعب. طب احنا ممكن نشوفها ونشوف فين موقع لا لا هي خلي بالك مظبوطه دي يا اسامه مظبوطه يعني انا شفتها وانا وخلينا برضو الكابتن سمير لو موجوده طبعا هل هيجيبها لنا دلوقتي ولكن هي لو موجوده نحللها جيرالدو وقع وهو قايم زق عمرو الحلواني او زق اللاعب بايده في رجله فخلينا نشوفها تاني برضو لغايه لما الكابتن سمير يحكم بيننا تمام لا
اللي هي دي؟ مش دي خالص. لا مش دي خالص. مش دي يا سمير. هدف المباراه سمير. الهدف الصحيح بتاع محمود قعود. متجب الهدف متجب. الهدف كان متجب عمرو حلواني. حاضر. هي. ايوه دي بقى. لا لا احنا عايزين الفاول من اوله. هل عندنا ولا مش عندنا؟ اه. هل عندنا يا سمير؟ هتجيبه لنا؟ طيب. طيب هات لنا ماشي هيجيبها لنا تاني ولكن هي من الواضح ان هي هيبان هيبان هي دلوقتي اذا كانت فاول ولا كان ممكن فيها شك ممكن فاول لجيرالدو في الاول والحكم ادى تحت فرصه لاعب انبي فراح جيرالدو عمل فاول بس كان فيها يعني ممكن يبقى فيها شك ان يعني الفاول لصالح جيرالدو. بص يا كابتن اسامه لو بالتحليل حضرتك بتقوله هنا برضو برجع لتقدير الحكم. اه يعني هو شايف الحكم انه مثلا ادى تحت فرصه وبعد كده ما استفادش ممكن يرجع الفاول الاولاني انما لو عمل فاول بعدها لا ده بقى كره ثانيه وممكن نشوفها يعني احنا جاهزين. احنا النهارده استفدنا بالخط بتاع ال 18 بالظبط ودي بالزبط. نقطه تحكيميه بالنسبه لنا كبيره يعني احنا بقى لنا ساعتين عمالين يعني من بقى ساعه ما الجون دخل يعني دي اللعبه هي هو الجديد من اولها في ال هي دي يا كابتن سمير ان شاء الله. هتبان بقى يا كابتن في الاعاده ماشي في الاعاده هتبان معاك بص هنا ايه ازاي بس انت تكمل طب استنى تكمل ماشي. اه فاول لصالح الاهلي شايف ايد عمرو حلواني تكمل لا, لا ما ما انا شايف ان هم لمسوش انا شايف ان هي فاول صحيح تكمل بص ايد بقى يا كابتن لعيب 29 بتاع الاهلي شدوا بايده انا بتكلم على الاولى بقى قبل الاولانيه ما فيش كاميرا تقدر اجزم بيها هي هي يا كابتن ما ايده لا ايد عمرو بعيده ما توقعش خالص يعني هو راجل يعني ما فيهاش حاجه انما الثانيه بقى ايد لعيب بتاع النادي الاهلي الشمال صحيحه انا شايفها فاول صحيح على الانبي بالظبط يعني هو قرار سليم من محمد لا طبعا بص هنا هتبان هنا بقى بص يا كابتن ايد حلواني ما راحتش بص ايده بقى اليمين بقى وقعت لعيب نادي انبي فاول سليم واستحق عليها الانذار طبعا طبعا فاول سليم وهدف سليم طبعا الانبي ده ما فيهوش مشكله تمام اذا طاقم تحكيمي ماتش صعب ماتش صعب ماتش صعب زي ما قلنا ما فيش انا ما وعش ماتش الاهلي وانبي سهل يعني حتى اما كنت بحكم وانت بتلعب او اسامه بيلعب وطبعا كابتن ماهر وشريف كابتن شريف ما لحقوش الام بي معانا بس احنا لحقنا الكبير قوي الاحلى العظيم الله يرحمه الله يرحمه فماتش صعب جدا انا شايف من وجهه نظري طقم الحكام نجح بالرغم من صعوبه المباراه عندنا كذا حاله فيها حالات تعليميه كثيره جدا بس نجحوا لبر الامان ونجحوا بالمباراه الحمد لله كام ياخد كام من 10 الطاقم انا النهارده الطاقم كله ما يقلش عن 8.5 بصراحه طبعا ماتش صعب كل الماتش صعب وكل الحاجات اللي اتحسبت بالظبط يا كابتن اسلام انا ما اقدرش اقارن اداء حكم في ماتش زي ده مع نفس اداء حكم تاني في ماتش سهل لان درجه صعوبه المباراه دي بتدي درجات اعلى لحكم المباراه اشكرك جدا يا كابتن سمير وكالمعتاد الحقيقه نورت هيئه المحكمه ربنا يخليك يا كابتن اشكرك بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن سمير انا بشكر حضراتكم وبشكر طبعا الكابتن سمير هنكمل بقى احنا كلامنا مع الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه حسني ولكن نقول للكابتن سمير شكرا جزيلا وان شاء الله نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم انا والنجوم الكبار اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين الحقيقه برضو ومهم جدا ان انا اقول لحضراتكم هذا الكلام في قناه النادي وزي ما قلت لكم قبل ما اطلع واستقبل الكابتن سمير عثمان في قناه النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي وداخل قناه النادي الاهلي وفي الاستوديو السابق لمباراه او ما بعد مباراه وادي دجله كابتن سمير عثمان للمره الثانيه انا بقول لحضراتكم الكلام ده بس عشان الناس اللي عماله تكتب على الفيسبوك والكلام ده كله كابتن سمير عثمان قال ان حكم المباراه أخطأ في احتسابه لضربة الجزاء ضد رمضان صبحي. النهارده هو هدف صحيح 100% هدف تسلل يعني 100% على لاعب نادي انبي والحقيقة أنا كنت جايب خطوط وجايب أو قرار صحيح 100% لكابتن محمد الصباح كنا جايبين خطوط يا كابتن أسامة يا كابتن ماهر يا كابتن شريف وقعدنا نعمل وبتاع كابتن سمير قال لي لا اصبر بس مفيش خطوط ولا في حاجة خالص لأن الكرة واضحة وواضحه وضوح الشمس الحقيقه لما شفناها من خلال خط ال 18 الهدف او التسلل واضح جدا. انا عايز اقول لاسلام فقره تحليليه تحكيميه كابتن سمير عثمان الدولي مظبوط
استفدنا منها احنا كمان كمدربين وكمحللين وك يعني جاب لنا حاله كمان يا كابتن ما حدش جابها في استوديوهات مصر كلها. الحاله اللي هي بتاعت الهدف الاجاي. فانا عايز اقول لك ان يعني ببراعه واتقان وخبره حل كل المواقف التحليليه اللي كانت موجوده التحكيميه اللي كانت موجوده في المباراه. أيوة. منها الانذارات ومنها الطرد ومنها اللعبه الاخيره اللي هي الهدف التسلل الواضح. ويمكن المعلومه كمان اللي استفدنا منها كابتن اسلام الشريف اسامه حته الخط اللي احنا قعدنا واحنا موجودين قعدنا نبني خط هنا نبني خط هنا لكن هو قال لك انا مش معتقد جاد بخط 18 ودي حته كمان فنيه يمكن كانت غايبه علينا احنا كمان. حكم دولي يقول انا مش محتاج خط وهمي او صراحة. اي حاجه يعني اذا هو قطع الشك بالياكين والثقه كمان بالياكين ان دي لوحدها بالعين المجرده كده اوفسايد. لا وكمان رامي صبري في الكره اللي ادى تحت فرصه لجيرالدو فيها كان يستحق قال لك كان لازم يرجع الحكم ويستحق فيها انذار. دي انذار. والكره اللي قبلها بتاعت كريم نيدفيد اللي كانت هجمه واعده وكان فيها ماسك وقال لك برده فيها فاول وكان فيها انذار. النهارده كان برده ممكن يبقى فيه طرد مستحق تاني لرامي صبري بالزبط. قال لك لكن ترجع لتقدير الحكم فيها هو حسب رؤيته للملعب. لكن يعني زي ما بقول لك شاهد شاهد من اهليها يعني من الحكام وصراحه يعني لا هم كل الحكام تقريبا او كل يعني انا عندي هنا على الفيسبوك كل الحكام تقريبا معظمهم عندي كلهم مجتمعين على ان هدف النادي الاهلي او الهدف القرار اللي خده محمد الصباحي بالغاء الهدف ضد النادي الاهلي هو قرار صحيح 100% استثناء واحد طبعا زي ما حضراتكم عارفين ناحيه هو حد في قال لك ان الكره بتاعه جيرالدو هدف فاول يعني فاول على عمرو الحلواني وهنا ما فيهاش فاول خالص. يعني عمرو الحلواني هو كان عايز يزق جيرالدو وزق على الفاضي هنا بانت دي بانت وانا قلتها لكابتن سمير عايزين نرجع للعبه وكان فيها شك يعني حتى اسامه الوحيد اللي كان قال لك لا دي فاول ومش وكذا 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 لما زاويه ثانيه قال لك لا مش فاول الزاويه الثانيه موضحه الزاويه الثانيه مش ان جيرالدو اللي رجع له الكوره بدماغه بالظبط كده فاول على جيرالدو عشان مسكه بايده فهي فاول صحيح 100% فبرضه في واحد كل الناس مجتمع على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده لان انا عندي ناس كتير على الصفحه على الفيسبوك فناس كتير عامله حكام بقى كل واحد بيقول رايه معظمهم او مش معظمهم 99% طبعا باستثناء انا عايز اقول لك يا اسلام حاجه احنا والله لو مش اوف سايد احنا اول ناس هنقول مش اوف سايد واحنا اول ناس بنعترف ان ده كان طبعا طبعا انا سالت اسلام مره على البينالتي بتاع رمضان انا بقول بيحجز اسلام قال لي لا هو زائق بايده يعني بنختلف وبنشوف بنرجع بنقرب وجهات النظر ولما بيبقى قرار الحكم في النهايه احنا اهو بنتكلم زي الجماهير ما بتبقى عايزه ان احنا نتكلم الحين. لا وكابتن سمير احنا قاعدين بنتفرج على المباراه بنقعد نتكلم معاه مثلا في احداث في المباراه يقول لك عايز تسمع رايه تسمعه على الهواء يعني مش هقول لك كلام واطلع لا دايما حتى اللعبه واحنا بنتكلم معاه قال لك رايه هتعرفه على الهواء ممكن يفاجئنا براي تاني الله اعلم لكن هو من وجهه نظره قال لك الكوره تسلل يعني صحيح على رامي صبري وهو سبب جسمه وقال لك كمان مش محتاجين خطوط واحنا عمالين نعمل خطوط وضيعنا وقت. المهم اخيرا يا كابتن ماهر بعد نهايه هذه المباراه كيف يستعد النادي الاهلي للمباراه القادمه امام حرس الحدود يوم الجمعه ان شاء الله؟ هو زي ما هو ماشي لاسارتي واللاعبين ان احنا ما عندناش يعني حاله الاستشفاء يمكن كلها في 72 ساعه خلال ثلاث ايام هنلعب مباراه حرس الحدود ومباراه قويه لان معظم المباريات اللي بيقابلها النادي الاهلي بخصم قوي وخصم عنيد لكن عايز اقول لك ان واضح ان الراجل مذاكر بشكل جيد جدا الراحات اللي بيبدا لما بيطمن من النتيجه الراحات اللي بدا يدفع بيها بعاشور وراحت السليه وبعدين محمد هاني بالكرمبات اللي حصلت راحته ونزول باسم علي ثم اجي ونزول صلاح محسن عايز اقول لك ان دي كل الحاجات دي الراجل عايش فيها ومتعايش فيها بشكل جيد وبيسجلها في اجندته ازاي بيختار الوقت المناسب اللي بيدور فيه اللاعبين من خلال التغييرات اللي بيعملها من خارج للداخل او الراحات اللي بيديها للاعبين من بدايه التشكيله او من بدايه المباراه عايز اقول لك يا كابتن اسلام هو ده التدوير اللي كل المديرين الفنيين اللي بيتكلموا عنه في خلال هذه المرحله الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي كل ثلاث ايام مباراه فالنهارده بيرجع لنا لعيبه من حالات الاصابات زي صلاح محسن النهارده بنطمن عليه بشكل جيد يمكن فرصتين اللي احنا اتكلمنا عليهم صلاح محسن ان هو ضيعهم نتيجه ان هو بقى له فتره بعيد عن الملعب واحنا كلنا لعيبه كره عارفين ان السنس او حسيه الملعب
بتختلف طول ما انت موجود ورجلك دايسه. النهارده الفرص دي كان ممكن يجيبها صلاح محسن ويخلصنا من الجدال اللي حصل في خلال العشر دقائق الاخيره. تمام كابتن شريف. الحقيقه في مكاسب كتير قوي النهارده وفي دروس مستفاده برضو من اخر عشر دقائق اللي احنا اتفرجنا عليها، وده بالنسبه لخط الوسط وخط الدفاع. يمكن من الحاله الهجوميه اللي احنا بنتوفق فيها بنريح خط دفاعنا شويه، المفروض لا يفضل يقظ في نفس الشكل وفي نفس التقدم الهجومي. المكسب الكبير النهارده جيرالدو الحقيقه، عمل محطه تقدر تعتمد عليها كمدير فني. والجميل يعني الجميل جدا ان انت عندك رمضان صبحي قاعد على الخط النهارده وما اشتركش، اذا بتوفره للمباراه زي المباراه اللي جايه. في بديل باسم علي للاجهاد اللي حصل لمحمد هاني. في لعيبه كلها الحقيقه عامله شكل يطمني على الاقل النهارده برضو في متابعه بنفس الاداء من مباراه لمباراه. ببارك على الثلاث نقاط. اي حدث احداث بتحصل في اي مباراه دي في العالم كله، احنا امبارح اتفرجنا على ليفربول وويست هام، كان ويست هام ممكن يكسب ليفربول 3-1 4-1 لان فرق بتادي وفرق بتنفذ، يعني مش هتبقى المنافسه سهله على اي فرقه الحقيقه اذا كان الاهلي او غيره. فانا ببارك للاعبين ومقدرين الاجهاد الكبير اللي هم فيه واللي لسه قدامهم حتى يرجعوا من ماتش تنزانيا. فعندنا ما شاء الله البديل، البديل اللي جاي والبدلاء كمان اللي هيجوا كمان 10 ايام زي ازارو وزي مروان وزي احمد فتحي. فكل ما بيرجع لك حد في المكان الموجود، وهنشوف برضو ربيعه وهنشوف الناس وياسر ابراهيم قدامه خلاص اسبوع يبقى معاك برضو. فكل التدعيمات اللي هي بتيجي ولاعيبتك كلها بترجع من اصابات الحياه بتديك الراحه النفسيه، حتى وانا بتفرج احس ان المباراه بتاعتي باذن الله في اي وقت من اثناء المباراه. يعني ببارك للنادي الاهلي تاني وبشكركم كلكم. تمام كابتن اسامه حسني اتفضل. ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار الضغط دايما على المنافسين في جدول المسابقه. لكن في طبعا اجتماع مهم بكره او قعده عرب، يعني ما حدش فاهم اتحاد الكوره مع الانديه علشان يشوفوا المؤجلات. النادي الاهلي النهارده بعد ما بيلعب مباراه انبي باقي له مباراه مؤجله وحيده امام نادي الزمالك. نعم. لكن نادي الزمالك اللي خرج من دور ال 32 من الكونفدراليه عنده ماتشين مؤجلين، الاسماعيلي والاهلي. يعني النهارده النادي الاهلي لعب كم المباريات دي؟ 36 مباراه، عنده مباراه مؤجله وحيده، مجرد بس شافوا النادي الاهلي. هو ماتش الاسماعيلي لم يتم تحديد موعده لغايه دلوقتي. مباراه الاسماعيلي النهارده، طب مستنيين ايه؟ يعني الاولى بكره في اجتماع بكره انك تناقش مباراه الاسماعيلي مع الزمالك. ويتبقى مباراه الاهلي والزمالك. ولا هل مستنيين مثلا لما يتقفل استاد الاسماعيليه علشان يتم تجهيزه لكاس الامم فيتم نقل مباراه الزمالك والاسماعيلي لملعب اخر؟ طب ما النهارده عايزين نعجل من المباراه دي تكون موجوده في الاسماعيليه، وحق نادي الاسماعيلي انه يلعب المباراه دي في على ارضه وسط جماهيره. ده حق عشان بس ايه في الاجتماع بكره يبقى ايه الامر الامور واضحه يعني. لكن الناس لما شافوا بدا النادي الاهلي يكسب وبدا يقرب وبدا يكسب كمان بكره حلوه باداء حلو باهداف، فالدنيا ايه بدات يعني يقلقوا من اداء النادي الاهلي. لكن النهارده النادي الاهلي في مجمل 80 دقيقه عجبني الاداء، عجبني الروح، عجبني الاصرار، عجبني الشكل اللي عامله لسارتي مع اللعيبه، تدوير اللعيبه النهارده بنشوف حسام عاشور بيدخل عمرو السوليه بيريح اسمه صلاح محسن، صلاح محسن بينزل اجايل اللي لعب 90 دقيقه بيريح النهارده، باسم علي بياخد فرصه مكان محمد هاني الحمد لله اصابه خفيفه. الماتشات الجايه النهارده هتلاقي رمضان صبحي داخل ما كانش موجود النهارده، يعني حمدي فتحي كمان خلاص حمدي فتحي هيكون قرب، ياسر ابراهيم، هتبدا بقى تكتمل القوه الضربه بتاعت النادي الاهلي. المباراه الجايه زي النهارده انا محتاج الثلاثه بونت، لازم اول حاجه تفكيري وانا نازل المباراه اخد الثلاثه بونت عشان كل ما بقرب بحط ضغط على المنافسين، بعد كده ابدا افكر في الكره الحلوه زي ما النهارده الاهداف جت شفنا النادي الاهلي بيأدي كره حلوه النهارده. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. بالمناسبه انا ممكن ما اختمش البرنامج الا لما بقيه الفرق اللي ما لعبتش مؤجلاتها تلعب مؤجلات. ما هو دلوقتي احنا عايزين نعرف هي الفرق اللي ما لعبتش مؤجلاتها هتلعب مؤجلاتها امتى؟ ها حد يقول لي. فانا ممكن ما اختمش البرنامج، انا ممكن افضل قاعد معاكم للصبح او للصبح لغايه بكره اما اشوف قاعده العرب هتودينا فين. فانا بقول لحضراتكم ان احنا ممكن سهل جدا برضو ما نختمش البرنامج عشان لما نعرف بقيه الفرق
هتخلص مؤجلاتها امتى. لكن في النهايه او خلاصه الكلام الحقيقه، في جماهير وانديه اخرى كان اهم حاجه بالنسبه لها او شافت الكره النهارده اللي هي اجمع، مش هقول كل 100% ولكن 90 او 95% من الحكام الدوليين على ان هذا الهدف تسلل واضح 100%. لكن في جماهير انديه منافسه للنادي الاهلي شافت الكره دي تحديدا جون، لان هي دخل فيها جون زي ده بالظبط، او جابت جون زي ده بالظبط بالظبط بالظبط، وتسلل واضح جدا وتم احتسابه هدف. وبالتالي هم عايشين في نظريه المؤامره اللي انا اتكلمت فيها قبل كده، هم عايشين في هذه النظريه وشايفين ان هم الهدف ده هو لا هو تسلل، الناس عايزه تكسب النادي الاهلي وخلاص. لكن للاسف الشديد لما تبص ورا شويه وتشوف ماذا حدث هتعرف. وفي مباراه انبي بالمناسبه، في مباراه انبي برضو، فلما تبص كده ورا ايه اللي حصل هتعرف ان الهدف ده هو هدف تسلل 100%. وانا الحقيقه يعني في مباراه وادي دجله الواحد ما اتكلمناش، لكن النهارده واضحه جدا جدا جدا. انا بشكر حضراتكم، هختم البرنامج اهو خلاص مش مهم، هنشوف بكره عشان ما ايه اللي هيحصل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الجمعه قبل مباراه النادي الاهلي ونادي حرس الحدود. اشكركم والى اللقاء.